إلا القصة طويلة، بعدك لليوم بتبكي؟ رح ضلني أبكي لحتى تنتصر الثورة وياخد جد حقه، جد بطل. البطولة مش هينة، جد دفع عيونه ونظره لوطنه. الوطن غدر فيه، مفروض يحكي. غدر فيه ولا حادثة؟ غدر فيه ولا حادثة اللي صارت؟ إهمال. أنا بحمل المسؤولية لوطني، للوزارة اللي عطت الأمر بالقمع، قمع المتظاهرين، مش تفريق المحتاجين. هني شباب عم بيطالبوا بحقوقهم ومطالبهم محقة، أكيد مش مفروض يتعاملوا بهالشكل. جاد، آخر مشهد قبل ما تنصاب بتذكر؟ بتذكر كان في قدامي عم سوريان درج، كنت عم بحكي معهم، عم بقول لهم ما راح نخلي حدا يقرب عليكم، كنا عم نحميهم بأجسامنا. وبعد سنتين ثلاثة تقوصت البجة. بس كمان بحب ذكر المشاهدين انت ما عم تقدر تحكي كثير منيح لأنه كمان سنينك تكسروا. مزبوط. نعم تفضل. وحنك وعظام خدة. الحمد لله على السلامة. ما عم بقدر افتح تمي كثير. قد ايه لك بالمستشفى؟ كم عملية عملت لليوم؟ بقيت 13 يوم أول شيء. نعم. وعملت 3 عمليات ورجعت فتت 3 أيام عملت عملية، عملت 4 عمليات بوجه. جاد، تغيرت الثورة بنظرك من بعد اللي صار معك؟ صارت أحلى. صارت أحلى. صارت أحلى وأقوى، وصار في عندي أمل أكبر إنه رح توصل للمطالب.